اخبار اليوم. مدحت صالح بنقول لك كنت منور النهارده في لون جديد احنا شفناه انبهرنا على المسرح. الله يخليك الله يخليك. كل سنه هم طيبين الشعب الامارات دول اشقائنا، واحنا مش اول مره نيجي وبنأكد على دعم علاقتنا بين الشعبين، واحنا ما بننساش الناس اللي بتقف جنبنا، وهم من اكثر الشعوب اللي وقفوا جنب الشعب المصري في عز ازمته، ودي ابسط حاجه نقول لهم ربنا يخليكم ويخلي العلاقات الجميله بينا واحنا واحد والبيت متوحد معنا اللي بننشده واللي بنأكد عليه، ونتمنى تبادل بقى الثقافي والفني والغنائي يبقى، لانه ده سلاح اقوى من السياسه بكثير، فانا بتمنى ان ده يحصل.